ايدك على مدريد. اختي وين رايحين؟ احنا جينا من المستشفى مع الغسل الكلى. ها يعني حالات استثنائيه؟ اي نعم. يساعدوها الحالات؟ اي نعم. اي نعم. ايش شفتي تعامل القوات الامنيه معاكم؟ كلش زينه. ما عطلوكم؟ لا 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 ما عطلونا. دكتور جنابك وين تداوم؟ مستشفى بن سينا. نعم. قسم الاطفال، اخصائي اطفال. اختصاص؟ نعم. دكتور انتم طبعا اكيد كان استثنتكم التعليمات من حكومه الجوال. بس نلاحظ انه البعض يعني ما عنده شغل ويطلع. يعني شو هذا مخالفه صحيحه؟ اكيد مخالفه. وهذا حتى عشان نحمي المجتمع من العدوى انه البقاء في البيت قدر الامكان. بس مع الاسف هذا به نتائج سلبيه على الكسبه. هو هاي المشكلة. أكيد هو هاي المشكلة. طيب دكتور يعني باعتبار جنابك أيضا من الكوادر الصحية. نعم. إيش توجه رسالة يعني من خلال تعليمات الصحة؟ والله اعتيادي الالتزام بال... بالضبط بالضبط مثل ما تقول يعني الالتزام بالتعليمات خريطة الأزمة. أنه لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، عدم المصافحة، وقدر الإمكان تقليل من الزيارات ويعني الخروج خارج البيت. دكتور البعض يقول يعني هذا الشغله ما موجوده على الفيروس يعني فرق شيء وهمي. لا يعني هذا صحيح هذا الكلام؟ لا اشاعات لا عالمي يعني ما بس بالعراق العالم كله موجود. اي نعم. سجلتم حالات دكتور بمستشفاكم؟ اي اكو اكيد اكو بس اقل من قبل صراحه. اقل عندكم بالمستشفى؟ نعم ما اقل عندكم. والله صراحة عدنا بالأطفال قليل يعني نسبة للباطنية، الباطنية يجيهم أكثر. حجي وين رايح؟ والله للمستشفى إن شاء الله. إن شاء الله أجو عافية. الله يعافيك يبارك فيك ربي يسهل أمرك. أنت طالع على المستشفى، البعض يعني ما عنده شيء وطالع. لا والله. على بيت عمه وعلى بيت عمته أو. والله يا أخي ما يصير، إحنا المفروض لازم ناخذ الأوامر اللي يقولون عليها، ما معقول ما عندي شغل على أساس أطلعاني برا، أذي ربعي وأذي ناسي وأذي قرايبي ما له داعي. فالشغلة اللي سمحوا لنا بها قائد عمليات والمحافظ احنا نشرف بيهم على هذا الكلام شغله يعني الانسانيه نعم الله يبارك فيك نعم هالمحلات هذه مسموح بها لكن شغله والله ما لها داعي يا اخي والله ما يجوز هذه عليه ياذينا وياذي ربعه وعمامه وهي شغله خطره اخوي العزيز مو هينه فاحنا لازم اذا ما نتمسك بربعنا وبناسنا وننصحهم على هالشيء هذا ياذونا حيل تعاون القوات الامنيه معاكم وحيل زين الحمد لله حيل زين الله يبارك فيهم ويحفظهم ربي انت وين رايح عيني والله طالعين على حمام علي حاليا عندنا برج طافي طالعين صيانه اللي هو تعرف خدمه الانترنت مهمه حاليا بظروف حظر التجوال فاحنا نشتغل 24 ساعه في سبيل توفير خدمه انترنت جيدة. عفوا انتم مستثنين يعني؟ نعم نعم مستثنين عندنا كتاب من قيادة الشرطة. زين تعاون نعم. نعم تعاون القوات الأمنية معاكم؟ والله القوات الأمنية بارك الله بهم تعاونهم كلش جيد ومسهلين لنا الطريق وما يتوقفون ويانا نهائيا. زين البعض يخالف يعني تصور انه هذا الشيء صحيح؟ لا يروح على بيت والله اخوي شوف القوات الأمنية فرضت حظر التجوال هي مهمتها بس انه وقايه من انتشار هذا الفيروس فالما عنده شيء مهم ماكو داعي يطلع اما اللي عنده شيء مهم فالقوات الامنيه ما تتوقف وياه